السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. معانا ده كاسيت ناشونال باناسونيك، بنسميه ال 546 بالاف ام، شكله زي الضمن اهوت. ده راديو اف ام واي ام وكمان شريط كاسيت. الموديل بتاعه ار كيو شرطة 544 اي اس، ار كيو شرطة 544 اس اي اس، صنع في اليابان. ونشوف مع بعض. This cassette is national Panasonic radio FM and AM and tape model RQ-544AS made in Japan. على منتخب كوت ديفوار بهدفين كان سجلهم محمود صابر في اول 20 دقيقه من عمر واحدات الشوط الاول، واحنا بنلعب دلوقتي في 33 دقيقه من عمر واحدات الشوط الاول. ده بس دلوقتي المنتخب كوت ديفوار. ترجع الكره عند اللاعب اللي بيتواجد رقم 7. الاستاذ تابلو كان اسمه القطن في فيلم عايدة. And I think it's unacceptable for people to make those judgments. And that... طلبا للمال وإنها ابتغاء وجه الله. اون سبورت اف ام في كل مكان، 32 داخلين في 3. مين الجديد؟ ساعتين جنبي مظبوط ده بالملك. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت ناشونال باناسونيك بالاف ام، راديو اف ام واي ام وشريط كاسيت. الموديل بتاع ار كيو شرطه 544 اي اس، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.